ممكن تنسي ولا ننسى؟ محجوب، مش عايز حد غريب في الباتو. غريب؟ أستاذ أحمد، إذا سمحت أنا عايزاك. أنا فاضي لغاية لما تفضوا الباتو. أهلا كمان. عاجبك اللي بيعمله يا استاذ محجوب؟ ليه بيحاربني بالشكل ده؟ ما هو انت يا كميله اللي ابتديتي، ما احترمتيش العقد وسبتيه واشتغلتي بره. مش هي دي الحقيقه. امال ايه هي الحقيقه؟ الحقيقه هقولها قدامك دلوقتي حالا، بس لو بتعزني تعالى معايا. اتفضل. أنا قلت 100 مرة ما بقابلش حد من غير معاد. أنا مش هاخد من وقتك كتير يا أحمد بيه، بس عايز أشاهد عليك الأستاذ محجوب. أنا ما عنديش وقت الكلام الفارغ ده. أستاذ محجوب، أنت اللي مرنتني على التمثيل. أيوه. إيه رأيك فيا بصراحة؟ بصراحة؟ ممتازة. يعني أنفع أمثل غدت الكمال. في رأيي أنا، أنت أصلح واحدة للدور، وخصوصا إنك وجه جديد. الأستاذ أحمد بيقول إن ما ينفعش. فعلا. على كل حال، لو كان الأستاذ محجوب مقتنع بيك ينتج هو الفيلم. لكن لما أنا أقول إنك ما تنفعيش يبقى ما تنفعيش. خلاص. إديني ورقة بكده. لا حلوة دي. تاخدي أنت الورقة وأخسر أنا القضية، مش كده؟ مادام انت مقتنع انها ما تنفعش، رافع عليها قضيه ليه؟ ارجوك يا محبوب، انت ما تعرفش حاجه، هي فاهمه كويس. طب قولوا لي الحكايه ايه؟ انا اقول لك، الاستاذ احمد كان عايزني ابقى جاريه من جواريه، لكن ده مش هيحصل ابدا. على قد ما كنت بحبك وبحترمك، على قد ما بحتقرك، بكرهك بكرهك بكرهك. ليه عملتها بالقسوه دي؟ أصلك على نياتك. ده جنس ملعون. محجوب، نصيحة، اوعى تدي ثقتك لواحدة ست. أرجوك يا أحمد سيبها تعيش. أنت كده بتجيب مناخيرها الأرض. إيه الحكاية؟ أنت بتحبها ولا إيه؟ يومها اكتشفت ان محجوب بيحبني. عملت ايه مع الاستاذ امبارح؟ طبعا رفض. مفيش فايده يا شكري. مين قال الكلام ده؟ احنا من بكره هنبتدي تصوير تاني. بكره ازاي بس؟ هو مش رافع قضية؟ أنا مستعد لأي تعويض تحكم بيه المحكمة. مفيش داعي للمجازفة، شوف حد غير يمثل وبلاش مشاكل. مفيش حد غيرك هيمثل الدور. كاميليا، أنا أنتِ مش عارفة شعوري من ناحيتك إيه. مش عايز تقولي احنا اتقابلنا فين قبل كده؟ انا متأكدة اني شفتك، بس فين مش فاكرة. اعتقد انه انا الاوان عشان اقولك احنا اتقابلنا فين اول مرة،
وليه انا مصمم اقف جنبك زي ما وقفت جنبي؟ انا وقفت جنبك فين؟ اقولك فين. ليلتها كنت سهرانه مع احمد سامح في عوامه الشعراوي، العوامه اللي بتجمع اهل الفن والفكر والصحافه في مصر. قلت دي احسن مكان واحسن فرصه اقدم فيها نفسي للعمالقه دول. طول عمري غاوي فن، حاولت اقنع ابويا الله يرحمه ادخل معهد التمثيل، رفض. اتخرجت من الجامعه وبرضه الفن في دمي. رحت ليلتها العوامه ويا ريتني ما رحت. اتفضل. يا جماعة يا جماعة لحظة من فضلكم، معانا شاب من هواة التمثيل عاوز يعرض عليكم مراه، ولعل وعسى ياخد فرصته على الشاشة. هو احنا ناقصين بلاوي يا اخويا؟ اديله فرصة يا روحي. طب يا اخويا بقى فوت علينا بكرة. تأخير عليك. حمثل لحضراتكم مشهد من مسرحية باكباس. الله. هذا خنجر. بتطفل على مجتمع الفنانين الكبار، لكن ارجوكم ادوني فرصه. بس يا جماعه ادوله فرصه. قول يعني يا قول يا لوح. ليه يا لوح؟ امك كمل يا استاذ. هذا خنجر يا لوح. ليه اتجه المقبض نحو يدي، انني منك ما تنضم عليه الانامل. تفر. ولكنني ما انفك واراك. الا يقع عليك اللمس كما يقع عليك النظر؟ اما انك لست سوى خنجر مخيل ناطر فكر ذاهل مخبى. دول ناس سكرانين، خلي عندك ثقة بنفسك، ما تخليش كلامهم يأثر فيك. ما دام عندك موهبة ربنا هيقف جنبك. جاتني لحظة فكرت في الانتحار، لكن كلامي كتبتك هما اللي ادوني الامل. خرجت ليلتها من العوامه محطم ياس، ضحكهم عليا ما كانش بالفارق خيالي، لكن
كلامك ليا أثر فيا واداني ثقة في نفسي. جمعت اخواتي كلهم، بيعتهم أرضهم، والتجار منهم استلفت منهم قرشين على أرض والدتي، ولما نميت قرشين صممت أنتج فيلم تكوني بطلته وأمثل معاك. موقفك ده بيخليني أتمسك برأيي أكتر. أنا هسبب لك مشاكل كتير. شوف حد غيري. غيرك؟ مستحيل. وأحمد سامح. أحمد سامح؟ أحمد سامح ده لو وقف في طريق تاني رصاصة واحدة تقضي عليه. ما تبقاش مجنون، هتودي نفسك في داهية. يبقى لازم تقفي جنبي علشان نثبت لأحمد سامح إن إحنا أقوى منه. حاضر، هقف جنبك ومن بكرة نكمل التصوير. يا جماعة التصوير اتأجل. اطفي النور. اطفي. شيل الكاميرا. كل الناس تروح. لا في يا استاذ عثمان؟ لا في ظروف كده أجلت التصوير. طب وأوردر بكرة الساعة كام؟ هنبقى نتصل بيكم بالتليفون. في كهرباء؟ ايه الحكاية؟ قبض على شكري. ده مشهد من رواية جديدة بتتمرني عليه ولا ايه؟ ارمي اللعبة اللي في ايدك دي وفهميني ايه الحكاية. انت عارف انت عملت ايه، وقبل ما تخلص عليا هخلص عليك. على كل حال انا كنت عارف ان نهايتي هتكون على ايدين واحدة ست. مادام مصممة أمري لله، مش هلاقي ايدين احن من ايديكي. ما تحاولش تتظاهر بالشجاعة. اتفضلي. مستنية ايه؟ ضغطة واحدة على الزناد والموضوع كله انتهي. ازاي ضميرك سمح لك انك تقضي على حياة انسان باع اللي وراه واللي قدامه عشان يحقق هوايته؟ مش فاهم. مش فاهم؟ عشان تحرمني من التمثيل تلفق لواحد ملوش ذنب تهمة وتدخله السجن. انت بتقولي الغاز، ما تفهميني قصدك ايه؟ شكري عمل لك ايه عشان تدخله السجن؟ كماليا، انت عشتي معايا، لكن للاسف الشديد عمرك ما عرفتيني على حياتي. انا عمري ما ضربت واحد في ظهره. انت كذاب، خليك بضحك. انا مش كذاب ولا خايف من المسدس اللي في ايدك. الموت انا واجهته قبل كده كتير. انا خايف عليك انت قبل ما تعملي عمل وتندمي عليه. عايز افهمك انا ماليش دعوه باللي حصل لشكري، وزي ما قلت لك قبل كده انا مش نادي. امال مين اللي سلط عليه؟ مين اللي سلمه للنيابه؟ شكري مش اول ولا اخر واحد يحصل له كده. البلد مليانه ناس كتير قوي اتلفقت لهم تهم وكتبوهم اعترافات مسوسة عليهم. ما صدقتش ولا كلمة من كلام أحمد لغاية لما محجوب قدم لي الدليل على صدق كلامه. اتفضلي. إيه ده؟ ده العقد اللي بينك وبين أحمد، وعليه تنازل بخط إيده. دلوقتي أصبحت حرة وتقدري تشتغلي مع اللي يعجبك. تفتكر مين اللي عمل كده في شكري؟ أقولك، لا مش عايز أجيب سيرتهم.
الحيطان لها ودان. انت كمان خايف؟ الخوف والضعف هما اللي بيثبتوا ان احنا بني ادمين. الحيوانات في اوروبا بيسمعوها مزيكا عشان تبقى سعيده، لكن هنا بيسمعونا اصوات الكرابيك عشان ننافق ونزيف الحقيقه. انت صحفي، قول الحقيقه، اكتب. اكتب؟ انا مره كتبت مقال وقلت فيه الحقيقه. عينك ما تشوف الا النور. خدوني من الدار للزنزانه ورقعوني حته الدين علقه، فقت لقيت قدامي دراكولا. مين دراكولا؟ عزيز. لكن ده ظلم، ليه نسكت عليه؟ قالوا الفرعون ايش فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يردني. مفيش حاجة اسمها إذن من النيابة. أوامري هي اللي هتتنفذ. وكيل النيابة هيعترض. طيب جرهولي هنا عشان أفهمه إزاي القانون. إزيك يا ليليان؟ أهلا يا قطة. تصوري الكلاب صوتها عالي اليومين دول، بتهوهو كتير. البني ادمين عملتهم كلاب يا عزيز بيه؟ لا مش كل الناس، في ناس بني ادمين وفي ناس ولاد 60 كلب. وشكري عبد الحميد؟ ابن 60 كلب. شكري عملنا عنه تحريات، طلع انه عميل لدوله اجنبيه وبيتآمر على امن الدوله. شكري مستحيل. الله يرحمك يا ابويا، كان دايما يقول لي يا ابني الميه تكذب الغطاس. ادي يا ست اعتراف بخط ايده.